أكبر مرسي بدي أقوله لمحافظ بيروت القاضي مروان عبود، لأنه جهوده كانت كتير كبيرة لإنجاح هذا المهرجان. وأهم تانكيو رح يكون لبولا يعقوبيان أختي، ولا دفع ما تركوا هيدا الشارع لحتى تقدروا تكونوا واقفين هالقد ومبسوطين. لأتشكر كل شخص تعب على هيدا المهرجان. بدي أقول تانكيو لخليل ولهلا، تانكيو لوائل جابر، بدي أقول تانكيو لوينتي كان جات شوي لهيدا حبيب قلبي تعب وإله زمان عم يتعب لينجح هيدا المهرجان. بدي أقول تانكيو لكل الناس اللي عادوا اليوم، بدي أقول لكم هاي، ولكل الناس اللي إجوا من كل لبنان لحتى يحضرونا.